دائما نحن ضمن مساحاتنا الطبية بنحاول نضوي على أكثر المواضيع اللي بتهم الناس وبتكون شائعة. دائما بنقول نحن المال والبنون زينة الحياة الدنيا وحلم كل أنثى أنها تنجب وتشعر بشعور الأمومة، ولكن للأسف في نسبة من النساء بصير عندهم حالة وهي الإسقاطات المتكررة، يعني الحمل ما بيكمل عندهم وبيكون الإسقاط عبارة عن أكثر من مرة، يعني أكثر من 3 مرات لحتى نقدر نحن نقول اليوم انه هي الانثى عم بتعاني من اسقاطات متكرره. فاكيد يا ليلى اليوم الاسباب كثير كبيره. تماما يا رشا، وهذا الموضوع كثير شائع وبتعاني منه نسبه كبيره من السيدات. اليوم ضمن محطتنا رح نحكي عن اهم اسباب الاسقاطات المتكرره وشو الجديد بهذا المجال من حيث السبب والتدابير العلاجيه وايضا يمكن الطرق الوقائيه. رح نحكي اكثر عن هذا الموضوع مع ضيفنا اللي صار معنا بالاستوديو الدكتور هيثم عباسي، اختصاصي امراض النساء وجراحتها ومعالجة العقم. يسعد صباحك دكتور. صباح الخير. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا بالمشاهدين الأعزاء. أهلا وسهلا بجميع. صباح الخير دكتور هيثم، نورت صباحنا. لك يعطيك ألف عافية. اليوم جاي من العمليات لعنا فورا، يعني اليوم قد الطبيب مهمته جدا حساسة إنسانية ودائما هو لازم يكون مستعد بأي لحظة بأي وقت لحتى يكون مع مريضه. يعني مزبوط. شكرا لكم ولكل الكوادر الطبية. الله يعطيك العافية. أهلا وسهلا دكتور. عم نحكي عن الإسقاطات المتكررة وطبيا يعني في إلى أسباب كتير، يعني ممكن تكون بتخص جسد المرأة أو شيء تاني. خلينا نحكي بشكل عام. هلا اول شيء خلينا نحن نعرف شغله واحده، انه الحمل هو حاله فيزيولوجيه طبيعيه. نعم. تحدث عند المراه نتيجه لقاء النطفه مع البيضه، ويتم هذا الحمل خلال فتره 280 يوم او 10 اشهر او 9 اشهر واسبوع. يزداد فيه وزن المراه حوالي من 9 ل 12 كيلوغرام. فيه تحولات فيزيولوجيه كثيره بتحدث بالمراه، هالتحولات هي بتضمن سلامه واستمرار الحمل. نعم. أما الإسقاط هو بيكون في بداية الحمل عندنا أسباب مختلفة أدت لإنهاء هذا الحمل، إما بشكل مرضي وإما بشكل عضوي تشوهات رحمية أو بشكل مناعي أو لا سمح الله بأمراض وراثية أو بأسباب عدم نضج الهرموني. فهي كل حالة من الحالات هي نحن بتواجهنا بالعمل اليومي بالعيادات عنا. طبعا الإسقاط هو حيكون فيه له سبب كبير كتير، عامل نفسي على المرأة ورد كبير نفسي وجسدي. صحيح. يعني كثرة الإسقاطات عن المرأة تؤدي لآفات عضوية في الجسد وخاصة في الثدي، وتؤدي إلى آفات غير ملموسة وهي الرد النفسي. طبعا هذا الرد النفسي بيصير فيه رد فعل بالحياة الأسرية، هذا أصعب شيء طبعا جدا، وبين والعلاقة بين الزوج والزوجة، وخاصة إذا كان الأقارب فيهم تقارب كثير فيهم خير كثير. أيوة. فبصير كمان مشاكل أكثر فأكثر. فمن مهمة الطبيب هو يحاول أنه يكون استقرار الحمل ويتماشى هذا الاستقرار مع استمراره حتى نهاية الولادة. نعم. طيب نحن شلون بدنا نعرف الإسقاطات شلون؟ هلا بالمثل الشعبي أنه كل ما زاد عدد الإسقاطات كل ما صارت الحمول استمراره أصعب. فنحن بنحاول أنه بقدر الإمكان أنه نخفف هذه الحالة. فعلى ماذا تخضع المريضة؟ المريضة اللي عندها إسقاطات متعددة يجب أن تخضع للفحص الفيزيائي والفحص الكيميائي المخبري والفحص الهرموني، 3 حالات. أما إذا كانت المرأة أول حمل صاير عندها، فيجب على الطبيب إما أن يجهز المريضة قبل الحمل بأن يكون ضامن عندها عملية الاحتياط الدموي من خضاب وهرمونات وحديد وفيتامينات، أن يكون الوزن وزن مثالي، أن تكون ليس لديها أمراض أخرى، وإذا عندها أمراض أخرى عالية الخطورة يجب أن يكون متدارك لهذا الوضع حتى لا تحدث اختلاطات من بداية الحمل. نعم. فالموضوع معناتها شقين، إما وتكون المريضة مراجعة طبيبة قبل أن تحبل وتجهز حال الحمل، وهذا الذي يحدث في أوروبا، الحمل يحدث بعد تخطيط ودراسة وليس بشكل صدفة عشوائي. للأسف الشديد أنه حبلت وبتجي المريضة عندها 100 مشكلة ومشكلة. فنحن بدنا نحاول قدر الإمكان وقت يتراجعنا المريضة نحاول نوعيها أنه في حالة وجود حمل يجب أن تكون جاهزة الأمور الجسدية والفيزيائية في الجسم المرأة حتى تستطيع الاستقرار ويستمر الحمل ويكون أقل اختلاط في ذات فيه وأقل تشوهات. هلأ الغالبية العظمى بتجينا نحن هلأ بما أنه في عنا مرض
تقريبا شبه شائع بين الفتيات هلا، ما بيمتعدد كيسات يمكن سمعاني فيه. إله مشاكل سمعانين غير في دكتور. هذا له مشاكل كثيره بالحمل وبيؤدي الى سوء استمرار الحمل وسوء حتى عمليه انضاج البيوض و الى اخره. فيا ترى احنا مثلا مثل هيك امور شو مثلا المريض لازم يكون مجهز بغض النظر عن عمره، يا ترى البطانه الرحميه سليمه؟ نعم. يا ترى اليه الحركيه تبع النطاف والبيوض سليمه؟ هل يحدث انغراس للجنين بشكل جيد؟ يعني بيكون خارج الرحم، يعني ممكن يكون خارج الرحم وممكن يصير التعشيش واطي، يعني يكون بجزء السفلي من الرحم. فللاسف الشديد كمان هلا انا مثلا بقدر اقول لك انا وقت رجعت للبلد لسنه 2005 2007 ما كان فيها الكثير في عنا انه يكون المشيمه مرتكزه في الوضع السفلي. فللاسف الشديد هذا يعود لسبب سوء تصنع بطانه الرحم، يعني بطانه الرحم غير سليمه. فهذا يجب ان يكون مجهز قبل الحمل، فمن هون بتحدث الاسقاطات الكثيره وبتكون عندنا بطانه الرحم قليله وسماكتها لا تستوعب عمليه انغراس للجنين. نعم. فبصير اسقاطات متكرره، وهذا من اهم الاسقاطات اللي بتحدث بعد اختلاطات تنافر الزمر، بعد اختلاطات الروبيلا يعني داء القطه والحصبة الالمانيه وامراض المناعيه، وبتيجي بعد منها كمان لسه الامراض الوراثيه. وبرأس القائمة طبعا التشوهات الرحمية. فلحنا معناتها عنا عملية متعمل الكيسات هو المشكلة الهرمونية التي تحدث عن الفتاة، تتظاهر هذه ما قبل الزواج وما قبل الحمل. صحيح. يعني الفتاة اللي عندها مشكلة قبل الزواج وقبل الحمل في إشارات يفضل أن تراجع الطبيب وليس تراجعه بعد حدوث إسقاط واثنين وثلاثة. للأسف الشديد كل ما زاد عدد الإسقاطات كل ما صار سوء أداء مهمة عندها للرحم. فمن هون يجب ان تصنف الفتاه على اي نوع من انواع الاسقاطات الموجوده عندها. هل هو اسقاط مناعي؟ هل اسقاط هرموني؟ هل اسقاط وراثي؟ هل اسقاط بسبب تشوهات جسديه؟ طيب هذا بشكل عام. طيب تذكر هذول العوامل ومن احدها هي الوراثيه، واليوم اذا بدنا نحكي عن الاعمار، هل اليوم الزواج المبكر تحت سن ال 18 او الزواج المتاخر له علاقه كمان بالاسقاطات المتكرره؟ هلا بشكل عام نحن عمر المراه مقسم لعده مراحل. افضل فتره عمليه انجاب هو من سن 18 ل 25 سنه. من 25 سنه حتى ال 35 سنه تسمى الامراه بهذا خروس مسنه. 35 وطالع تسمى خروس عاليه الخطوره. طبعا مع تطور الحضاره، تطور الحياه على الكره الارضيه، تطور التواصل الاجتماعي والعلمي، ما بيسمح بانه يصير حمول مبكره الا بالمجتمعات قليلة التطور الحضاري. لأنه أي إنسان بده يلجأ للعلم، بده يلجأ للعمل، ما رح يكون عنده وقت بالأعمار القصيرة. نعم. الصغيرة أنه يلجأ. فليش التقسيمات صارت؟ لأنه التحول الفيزيولوجي بجسم الإنسان إن كان أنثى أو ذكر كل فترة من الزمن يتحول فيزيولوجيا تركيب جسمه العضوية والهرمون تختلف. فكل ما زاد العمر كل ما زادت جودة البيوض أسوأ وكل ما صار التعشيش أصعب. لكن الطب هون عم دارك بعض الامور هي بتحسين الوضع للرحم، تحسين وضع نوع الاباضه باعطاء الادويه المناسبه لتغطيه الموضوع هذا. طيب دكتور ذكرت اكثر من نوع ما بين الهرموني والوراثي والمناعي، هل اليوم بعد ما تشخص حضرتك وتقدر تحدد اليوم النوع بسبب هذا الاسقاط، علاجيا هل اليوم رحله العلاج تطبق على جميع الانواع؟ أو لا لكل نوع خطة مختلفة؟ طبعا أسوأ الأمور هو غير التشوهات الخلقية للرحم هو صراحة العامل الوراثي. يعني نحن بقرن 21 بيتاخد من الأم أكثر دكتور؟ من الطرفين. من الطرفين. يعني نحن بالقرن 21 وطبعا نحن بنعرف حتى الدولة مثلا قائمة على فحوصات التلاسيميا والداء المنجلي وإلى آخره، ورغم الشيء بنلاحظ أنه في أخطاء لزيجات فيها تشابه في المشاكل هاي وتؤدي الى اختلاطات كثير بالاسقاطات. حب يا دكتور. والله ليس دائما الحب كل شيء. لانه الثمن بده يكون غالي. بس احيانا بيكونوا الطرفين المخطوبين يعني بيروحوا ليعملوا الاجراءات الفحص يعني بيعرفوا بهي بتقول له انا رضياني هو بيقول انا رضيان بس بعدين بتكون نتيجه للطلاق يعني. الثمن هلا مثلا عندي اكثر من حالي انا عندهم ست سبع اسقاطات او لسه في ولادات بيجوا الجنين بعد شهر شهرين بيموت وبتكون معه شلل. عنده مشكلة وراثية، طيب الحل شو هو هون؟ حل ما في، نحن هلا العلاج الوراثي لسه لم نستطع حتى الآن العلاج الوراثي بتغيير الخارطة الوراثية للجنين.
معناته الحل صفي هون انه تغيير الاعضاء العائله. فالأسف الشديد يجب التباعد. يعني احنا طبعا احنا لا ننفي انه بجوز يكون مشاكل وراثيه بين اشخاص متباعدين، بس النسبه تبعها اقل. فهذا الاسف الشديد اللي احنا بنلاحظ فيه انه خاصه ببعض المناطق في الشمال او في الجنوب اكثر شيء بنلاحظ هاي تزاوج اقارب الشديد. هذا ما بيخلق الطفل لبنت عمه ولابن عمه. هذا غلط هذا الشيء، يعني هذا غلط هذا الشيء، هذا مو صح. لانه بجوز مثلا بيجيني مثلا بيقول لك انا مثلا ابن عمي متجوز وبنت خالتي متجوز، طب انت دفعت الثمن عنهم كلياتهم. يعني هذا الغلط، هذا بده يدفعوا بالاخير الثمن واحد. يعني او مثلا بجوز يخلق طفل عنده مشوه مدري حدا، المشكله انه العامل الوراثي من الصعب تفاديه. بيجي العامل المناعي، العامل المناعي نحن في له شقين. العامل المناعي، في عامل مناعي بجوز عدم تطابق الاكروسوم يعني راس النطفه مع الام، وفي عامل مناعي هو الفيروسات الموجوده المنتشره، لكن هذا يؤدي لاصابه لمره واحده اسقاطه بس. كمان هو في اخطاء احيانا بتحدث، انه بتلاقي المريضه كل ما راجع الطبيب رد يعمل لها العوامل المناعيه وبعيدهم، هذول لمره واحده يؤدوا اسقاط وخلصنا من القصه هي. فمعناتها كمان ممكن علاج العامل المناعي، ومن ثم يجي العلاج الهرموني اذا كان في عندنا نحن قصور ببطانه الرحم. نعم. بامكاننا نستخدم هلا البلازما الغنيه المحفزه للعوامل النمو، وحقنا باشكال خاصه في بطانه الرحم قبل الحمل المتوقع او الحمل المخطط له، فبتنضج البطانه وبصير عندنا تعشيش جيد وبيستمر بشكل جيد. هلا المشكله الثالثه هي المشكله اللي قلنا حكينا فيها، انه تشوهات، في عندك احد التشوهات هو قصور عنق الرحم، يعني قصور عنق الرحم لاسباب مختلفه، اما بشكل نمو انه قصير تحت ال 15 سنتي 15 ميلي عفوا، او بسبب اعمال جراحيه فيه صار شتر او توسعات، فهون ساعتها بنلجا بالحاله هي الى عمليه تطويق عنق الرحم. نعم. ليحسن اداء المهمه. معناتها نحن اول شغله هي الحفاظ على الحمل من بدايته حتى نهايته، كل مرحله من مراحل الحفاظ في ادويه خاصه بتاخذها المريضه لكل شوط من عمر الحمل، يعني مثلا العمر تحت ال 20 اسبوع في له ادويه خاصه، تحت ال 30 اسبوع كمان ادويه خاصه، من 30 ل 37 38 اسبوع كمان في حمل، معناتها هذا يجب ان يكون هناك في مراقبه دوريه بين الاربع اسابيع والخمس اسابيع للحامل، وليس الحضور في بداية الحمل ويوم الولادة. هذا أكبر غلط بيصير، لأنه كمان تدفع الثمن كثير الأم. للأسف الشديد بيجينا أحيانا في حالات ما قبل الولادة خضاب الأم 7 أو 8، يعني هي دفعت الثمن من جسدها، صحيح طلع الجنين عنده ضعف وعنده كذا، بس هي كمان دفعت كثير آثار سلبية، مخزون الموجود بمشاكل قلبية، مشاكل دماغية، مشاكل العيون بهالشكل هذا. طب دكتور، ذكرت من احدى العوامل كمان او الاسباب يمكن هي النفسيه، ممكن تتاثر اليوم نفسيه السيده الحامل من كثره الاسقاطات، نفسيتها اليوم رح تتاثر بشكل كبير. اليوم قديش مهم الدعم النفسي بهذا المجال، قديش مهم التوعيه بهذا الشيء، انه اليوم الحاله النفسيه بتاثر على كثير من الامور. احنا هون عندنا مشكلتين. اول شيء الحمل هو هديه من الله، وهي لازم نفهمها كلياتنا، فليس هناك فرق بين ذكر او انثى. فكتير بيجينا نحن نساء كيف ننجب ذكرا؟ للاسف الشديد في دكاتره متبنيه هذا الموضوع وبتوصف وصفات شعبيه او وصفات غذائيه، وهذا خارج عن الطب وعن الواقع العلمي. والشيء المحزن انه اطباء متبنين هذا الموضوع. نحن بهمنا انه الحمل يتم ان كان الذكر او انثى، فهي هديه من الله. جنين سليم وام سليمه. هلا العامل النفسي هون بيلعب دور كبير، يعني وقت بتجيك الام وبتعرف انه معها فتاه بتلاقيها انهارت وصيبت ببكاء، وخاصه اذا المحيط تبعها لسه يعني بحب الذكور حفز نبزة بتلاقي، يعني للاسف الشديد انا عندي لسه في هي العقليه دكتور، لسه انا كثير عندي حالات هيك صراحه، يعني اليوم بيروحوا لفكره الذكور، وبس انكبر الاب والام بيروحوا للحنائن للبنات. يعني هلا هذا الموضوع موضوع ثاني، بس انا رايي انه العقلية يعني بس هذا العقليه غير صحيحه. يعني صحيح. الطفل هو طفل ان كان ذكر او انثى، فالعامل النفسي بيلعب دور كبير. انت اول تكون انت، انا بدي من هالشخص هذا الطفل. فما بيهمني شو نوع الطفل، انا ما بقعد بزرع بمخها انه انا اذا كان بنت او صبي، ما في وعي انه المراه ما لها علاقه، ما لها علاقه للاسف الشديد، ليس لها لا يد بهالشيء ولا شيء. يعني انا بتجيني كثير مثلا حالات انه دكتور شوف لي الاباضه على اليمين ولا على اليسار، الدكتور فلان قال لي اذا كانت على اليمين انثى واذا كانت، يعني للاسف الشديد بالطب ما في هيك شيء. يعني كان استاذ جامعه ودرس صار بال 96 حتى لو درست باوروبا، هذه المواضيع ما في شيء الا عنا، وخاصه ظهورها كثير صار. او تجي الفتاه تقول لك اعطيني ابره مشان نجيب صبي،
فهذا انت تصوري قديش الضغط النفسي المؤدي لهذا الشيء. طب معناتها هالفتاه هي اذا صار عندها ضغط مشكله ودريت انه حامله بالشيء اللي ما بدها اياه، بجوز هي تعمل مشكله لحتى تنهي الحمل. فالعامل النفسي هو تشجيع المراه وابقائها قويه، وعمليه الانجاب هي عمليه سليمه فيزيولوجيه، والنتيجه هي الحصول على هديه للطرفين. هذا واحد. اثنين، العامل النفسي الثاني اللي بيكون هو انه تكون المراه عندها عمل شديد. بالدول المتقدمه حاليا هلا العامل النفسي هو اللي احنا لشبه لك اياه، العامل النفسي هو مرض ليس له عضويه، يعني مو مثل كسر ايد او حراره او كذا، لكنه مثل السوس بياكل جسم المراه. صح. بياثر على غذائها، على استقلابها، على نومها، على وعيها، على ادراكها. هذا العامل النفسي بيلعب. فالمرأة أحيانا كمان العمل الزائد كمان بيأثر على العامل النفسي عند الفتاة. مشان هيك يفضل بكل الدول العالمية هلأ المرأة الحامل إلى أوقات عمل معينة وساعات عمل معينة يجب أن لا تتجاوزها، وبعد الولادة بيعطوها off of work، يعني فترة طويلة من العمل. فمعناته العامل النفسي هو الحالة التي لا نراها لكنها تزحف وتنخر الجسم بشكل كامل. حتى بمراحل العلاج دكتور، حتى في هاي الإصابات المتكررة طبعاً. يعني وقت اللي بتكون هي في دعم نفسي من حولها يمكن تطلع من هذا الموضوع أو تتعالج بشكل دائما إستر. اللي احنا في عنا بسموه احنا بنوشين، يعني عملية الإيحاء من أحد علاجات الطبيب هي الإيحاء للمريض. إذا الإيحاء هذا إذا رفع العامل النفسي بيرفع استطاعة الجسم على إشفاء نفسه، الاستشفاء الذاتي. فكتير بيلعب دور وقت بيصير ضحض وضغط على العامل النفسي عند المرأة بيؤدي لمشاكل كثيرة، حتى تطور الجنين، حتى اعتلالات بالضغط، حتى اعتلالات بالنوم، يعني كله بيلعب فيها. بيطلع الطفل نفسيته تعبانة، معصب كرهان العائله، عرفان شو عم بيصير حواليه. طيب دكتور، اليوم قدمهم اليوم تعميم ثقافة هي الفكرة انه اليوم الرجل هو المسؤول عن تحديد جنس المولود، خليه يكون هو المنبوذ اليوم وقت اللي بيكون الحمل بأنثى. يعني حكينا عن الجانب العاطفي والنفسي. اليوم دائما نحن بمجال الطب في دراسات حديثه، في اكتشافات جديده، هل اليوم في اجراءات جديده ممكن تخفف من حالات الاسقاط عند الانثى؟ قلت لك الحالات الطبيه الحديثه اول شيء هي تحسين وضع الرحم. تحسين وضع الرحم ليس فقط بالادويه بل بالطرق الحديثه، واخر الطرق الحديثه هي الخلايا الجذعيه. بتحسن بنيه الرحم. مكلفه دكتور. هلا في البديل لها هي البلازما المحفزه، بس المحفزه البلازما نفسها نحن لا مو العاديه تبع الشعر. انا هاي اللي كنت بدي اسالها. لا لا لا، يعني المحفزه لها طرق خاصه لاستنباطها ولطريقة اعطائها ومتى تعطى. يعني هذا الشيء الشائع اللي شايفينه اللي احنا هذا مو صح للاسف الشديد. البلازما انه يسحبوا من الدم. لا بيسحبوا من الدم بس له طريقه لتحضيرها، الى زمن للتحضير وكيفيه التحضير والمواد التي تحقن معها حتى يحفز عامل النمو الذي هو بدوره يحفز الخلايا الجذعيه الموجوده في الجهاز الرحمي اللي يحسن البطانه الرحميه. اما الشيء الشائع هذا للاسف الشديد هذا ما له علاقه بال بس كثير شائع دكتور. يعني هلا هي صارت وسيله استخدم. وسيله للاسف، يعني حتى اللي يستعمل للشعر كمان غير صحيح. يعني اللي احنا في عندنا اوساط خاصه يجب ان تضاف بعد ان تعالج البلازما بالطريقه الصحيحه. اما هذا الشكل العشوائي بيجي الخطوه الثانيه هي الادويه. الأدوية عندنا شقين، في عندنا أدوية مضادات أكسدة وإنتاج طاقة للرحم، وفي أدوية هرمونية، فيجب أن يكون توافق بين العلاجين حتى يكون الرحم جاهز لاستقبال الجنين ونمو الجنين فيه. الخطوة الثالثة أن لا يكون هناك التهابات، وهذا هون كمان من عامل كثير كبير عندنا، انه المعالجه بتكون كثير 90 او 99% لشق واحد. الزوج ما بيرضى ياخذ الادويه وهذا شيء خاطئ جدا جدا، لانه العلاقه يجب ان تكون بين الزوجين بالعلاج كما هي في العلاقه الجنسيه. طب دكتور، عم تذكر حضرتك الادويه اليوم كثير شائع انه تناول حبه اسبرين يوميا ببدايه الحمل يستخدم كمانع للاجهاض، هل هذا الشيء صحيح؟ هلا هون في نقطتين. نحن حب الاسبرين بحد ذاته لقبل 15 سنه تركيبه أتسيتيل سيليك اسيد كان يعتبر من مشوهه للجنين. بعدين ظهرت انه هو ليس له علاقه بالتشويهات المباشره للجنين، وهو مفيد لعمليه الارقاء ومضاد للبروستاجلاندين. يعني هو البروستاجلاندين اذا ازداد بجسم الرحم بصير يقبض الرحم بيؤدي لطرد الجنين.
وهو عامل كمان تخسري جيد بيحسن عملية الدوران الوعائي. طبعا نحن انا كثير بشوف مثلا انه اي مريضة حامل دغري بيعطوها اسبرين اسبرين. طيب انت بتعطي المريضة اسبرين للمريضة التي عندها امكانية تخسر غير سليمة، امكانية تخسر غير سليمة. اثنين، يا ترى هالمريضة هي بدها عملية تثبيت ولا ما بدها عملية تثبيت؟ كل مريضة بحد ذاتها هي كيان كامل، لا يجب تعميم الوصفة هي على كل الناس. يعني نحن ما بصير نعمم وصفة واحدة على كل المرضى. تماما. طيب هو يعني الشائع دكتور، خذ لك حبة اسبرين ما بتأثر، يعني عيارة خفيف ما بتضر. إذا ما فادتك ما حضرك، يعني هي بشكل عام هي القصة. دكتور اليوم الأنثى اللي بتعاني من إسقاطات متكررة، هل ممكن تصل لمرحلة العقم إذا ما تم التدخل العلاجي بالوقت المناسب؟ طبعا اذا اسقاطات متكرره وكثير صارت، اكيد الاسقاطات بدك تعرفي هل هي انتهت بعمليه تجريف ميكانيكي ام هي انتهت بسبب اسقاط عفوي. على الطرفين الاسقاطات ان كان ميكانيكي ولا ان كان عفوي، بعد الاسقاط بده يصير عندي انا عمليه توسف في بطانه الرحم. هالتوسف اذا لم تاخذ الادويه المناسبه لها المريضه والصادات المناسبه، بده يصير عندي عمليه وبؤر انتانيه جوات الرحم تؤدي لانسداد الابواق. انسداد الابواق بصير نحن عندنا مشكله عقم هون اليه. ثاني شيء، زياده الاسقاطات المتكرره تؤدي لنقص عمليه عمل عنق الرحم، انقباض عنق الرحم بصير غير صحيح. الخطوه الثالثه بصير عندي تخرب وتنخر ببطانه الرحم، فمعناتها الاسقاطات المتكرره يعني في احتمال اليوم احتمالات كبيره توديني لمراحل عقم كثير صعبه. قد ايه مهم اليوم التنظيف الرحم والتجريف بشكل جيد من قبل الطبيب المختص بعد عمليه الاسقاط؟ اول شيء الاسقاط هو يعتبر اسقاطا من بعد، اذا كان عفوي قصدي، عفو اي مكان، اسقاط يعتبر اسقاط من لحظه وجود حمل مشخص حتى ال 20 اسبوع. يعني عمليا لنهايه الخامس هذا يعتبر اسقاط. فكل ما ارتفعت درجه عمر الجنين معناتها انت دخلتي بحاله صار في تدخل اكثر وصار في اذيه اكثر. يعني الاسقاط اللي عمره 40 يوم 50 يوم مو الاسقاط اللي عمره صار 3 اشهر ونص، هذا صار شبه ولاده، هذا فبيؤدي لمشاكل كثير، تؤدي لمشاكل ضمن قيصريه. يعني لا ما بدخل قيصريه هون، ما بدخل قيصريه 3 ونص، ما بدخل قيصريه. ممكن عن تفتيت او مو تفتيت؟ لا هو في عمليه تفتيت بس مو هيك، بس نحن بنعطي محرضات نوسع العنق ونحاوله يطلع. بس نحن يفضل اذا شخص عندنا وفاه جنين او جنين عم يسقط انه يتركه بركي يصير اسقاط عفوي. اذا صار اسقاط عفوي افضل من انه تتدخلي جراحيا. طيب ما بدكم تشيكوا اذا تم بعد ما نخلص الاسقاط بالايكو بنشخص نحن هل تم خروج الجسم الساقط والخلاص ام هناك بقايا؟ اذا في بقايا ساعتها نضطر ندخل ونجرفها. طيب دكتور بسؤال اخير، هل بعض الاعشاب مثل ما هو شائع الزهورات او المشروبات اليوم بتسبب الاجهاض؟ هلا اول شيء المراه بين قوسين الاسقاطات وتصير عندها حمل، نحن اي امراه بصير عندها حمل بننبهها من عده اعشاب. واحد، رقم واحد البقدونس ممنوع، الزنجبيل القرفه الزهورات كلها المخلوطة والبهارات المشكلة. هدلون لأنه فيه مواد أعشاب، هالأعشاب هذه هي تعتبر أدوية، إحنا ما نعرف السايد إفكت تبعها. بس مثلا هي فيها تشرب نعنع لحاله أو بابوج لحاله، أما المخلوط كامل بجوز فيه مقبض للأوعية، بجوز يكون فيه محرض للهرمونات، أي شيء ما بيعرف. مشان هيك هذه المواد هي بنبتعد عنها. سبحان الله دكتور، يعني هي حسب جسم المرأة ومناعتها. يعني بتشوف النساء إذا بتاكل لقمة بقدونس ممكن تصير عندها إجهاض، وإذا حدا تاني بتاكل صحن تبولة عادي الأمور عندها. هون بنرجع لبنية الجسم ولا ثبات الحمل داخل جسم المرأة. شكرا دكتور هيثم لحضورك اليوم، ونتمنى هيك الصحة والسلامة لجميع النساء، والله لا يحرم هالنعمة لحدا أبدا. شكرا دكتور، الله يعطيكم العافية وشكرا لكم. نتمنى الحمل المديد المنتهي بنجاح لكل امرأة. آمين يا رب. شكرا لك دكتور، يعطيك العافية، بقية نهار حلو لك. تسلم.